انا قال لي واحد النهار سيدنا غنقولها واخا ما كنبغيش نقول هادشي. قال لي السيد الكير انا ما كنثقش فيك 100%، كنثق فيك 1000%. الله يشهد. كان رمضان وكنا صايمين بجوج وتاثرت وكيت ونتبست له يدو حفظه الله. على كل حال كاين بعض الناس تيقول لك سي كيران الملك الى اخره، غير خليوني انا والملك عليكم في التقار بيناتنا. غتقولوا لي تيطير له منك ولا تيغضب عليك شي مره، هذا صحيح، هذا صحيح، كان كيطير له مني وشي مرات كيغوت عليا وشي مرات، لكن الحمد لله العلاقات اللي بيني وبينه الى الان. على كل حال من جهتي انا ما يعني ما زلت معه على العهد والوفاء، ماشي فقط يعني انني من انصار الملك والملكيه، انا يعني 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 العلاقات ديالي من جهه سيدنا فهمتني ولا على الود والمحبه.